أظن بأنني في نهاية المطاف. قاتلك. ويحك، تقول هذا وأنت الخالي من السلاح، مقيد مكبل اليدين؟ ما قلت هذا إلا لأنني كذلك، فلو خليت عني حفظت حياتك. ما رأيت مأفونا مثلك يكابر في ضعفه وقلة حيلته، وما رأيت مثلك يزهو بنصر زائف فينقلب عليه. لا تدفعني إلى قتلك. لن تقدر، فقد أمرت بأن تسوقني إلى أسيادك، ولن تقدر حتى على هذا، فالميت لا يسوق حيا. ما زلت تكابر على ما أنت عليه؟ بل أنظر فيما سأكون فيه وتكون أنت. ما هي إلا ساعة نشوة وطرب تهنأ بها، فما أراه إلا زائلة عنك. بما تهددني؟ بما قلت. أطلقني وإلا فإني قاتلك. خسئت. لأرى كيف تخر أرضاً.